فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة. هناك سؤال مهم جدا نسأل فيه من قبل المرضى الذين يودون إجراء عمليات تصحيح الأبصار، هل هناك ألم أثناء العملية؟ الحقيقة أنه لا يوجد ألم على الإطلاق أثناء عمل العملية. ما بعد العملية هو الذي يفرق بين عمليات تصحيح الأبصار بالليزر السطحي أو عمليات الإنتراليزك. عمليات الليزر السطحي بعد نصف ساعة من العملية تبدأ بعض الأعراض مثل الدموع والحرقان والصداع والثقل في الأجفان وجهر النور. هذه أعراض عامة تحصل في الغالبية العظمى من مرضى تصحيح الأبصار بواسطة الليزر. أما عمليات الإنتراليزك أو الفيمتوليزك لا يوجد حقيقة بعد العملية أي أعراض مثل المذكورة سابقا، فقط نغزات أو جهر بسيط في النور وغشاوة. فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة.